في تاريخ العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وتأكيدا جديدا لما تنطوي عليه هذه الوسائل من محبة وإخاء وسلام. وكانت الاستقبالات الرائعة التي استقبل بها الشعب السوداني في كل مكان ضيفه الكبير أبلغ دليل على قوة ومتانة الروابط بين الإخوة الأشقاء. فقد خرجت الأمة السودانية عن بكرة أبيها في جميع أنحاء البلاد لتحيي العاهل السعودي وترحب بمقدمه الميمون. وبعد تناول المرطبات اتجه جلالة الملك ومرافقوه إلى المقصورة الملكية التي أقيمت في صدر السراي، حيث ألقى سيادة الإمام الهادي المهدي خطابا ضافيا رحب فيه بجلالة الملك المعظم ومرافقيه، تحيا لهم إقامة طيبة بين أهلهم وعشيرتهم. ثم قدم سيادة الإمام الهادي المهدي إلى جلالة الملك هدايا الجزيرة أبا. شاطئ النهر في تلك البقعة من أرضنا الحبيبة خط التاريخ قبل عشرات السنين على صفحاته بداية كفاح الأمة السودانية الباسلة باندلاع الثورة المهدية التي كانت نقطة الانطلاق في الزحف الثوري من أجل الحرية والخلاص من ربطة الاستعمار. وفي نفس المكان الذي دارت فيه المعركة قبل عشرات السنين بين الإمام المهدي وجنود الأتراك، جلس جلالة الملك المعظم ومرافقوه ليشهدوا على الطبيعة صورة لتلك المعركة الخالدة التي انتصر فيها الإمام المهدي على أعدائه. على شاطئ النهر رست سفينة الأعداء في يوم كالح مطير، وهبط جنودهم مدججين بالسلاح الناري لقتال الإمام المهدي والقضاء على ثورته التي أخذت تجمع حولها الأنصار والمؤيدين وتلم شتات الأمة في صعيد واحد لمقابلة العدوان ورد الظلم وطرد المستعمرين من أرضنا الطاهرة. كان جنود الإمام فئة قليلة، سلاحها الإيمان بالله والوطن وقوتها في عزمها وإصرارها على الحق. لا تملك من السلاح إلا ما عرفوه من أسلحة بدائية، لا تستطيع أن تقف أمام قوة السلاح الناري الرهيب الذي حشده المستعمر للقضاء على ثورة الشعب. ودارت المعركة وحمى وفتها، فقد فاجأ الإمام أعداءه وانقض عليهم انقضاض الصاعقة، وتساقط جنود الأتراك سرعا وتشتت شملهم فولت فلولهم الأدبار بعد هزيمة ساحقة. بعد أن شهد جلالة الملك معركة الجزيرة أبا، قدم السيد أحمد المهدي فرسا عربيا هدية لجلالته. ثم اتجه بعد ذلك الموكب إلى ربط ليستقل الطائرة عائدا إلى الخرطوم. وفي مطار ربط عزفت الموسيقى السلامين الملك السعودي والجمهور السوداني، وتلقى جلالته التحية العسكرية من حرس الشرف، ثم استقل الطائرة بعد انتهاء زيارته للجزيرة أبا. كانت نيالا في غرب السودان هي نقطة اللقاء الأخير في زيارة العاهل السعودي للسودان. ولدى هبوط جلالته من الطائرة يرافق السيد اسماعيل الازهري رئيس مجلس السيادة والساده اعضاء المجلس
وسيادة الإمام الهادي المهدي وبعثة الشرف المرافقة لجلالته وكبار الزعماء. عزفت الموسيقى سلامين الملك السعودي والجمهور السوداني وتلقى جلالته التحية من حرس الشرف. وبعد ذلك استقل جلالته عربة مكشوفة ليطوف بها على الحشود الضخمة الهائلة من المواطنين التي لم يشهد الغرب لها مثيلا والتي ملأت ساحة المطار وجوانبه. وسارت العربة حول الميدان الفسيح وسط دقات النحاسات والطبول وعلى نغمات الرقصات الشعبية التي عكست مظهرا رائعا للاستقبالات الحافلة التي لقيها جلالة الملك المعظم في مختلف أقاليم السودان. وكان فرسان الغرب شاهرين سلاحهم وسيوفهم يلوحون بها تحية للضيف العظيم. وتوقف الركب الملكي عند حلقات الرقص الشعبي التي اقيمت ابتهاجا بزيارة العائل السعودي، حيث شهد جلالته رقصات القبائل المختلفة التي تعبر عن الفرحة والبهجة بمقدمه الميمون. كان استقبال العاهل السعودي استقبالا رائعا في نيالا تجمعت به الوف الفرسان من اقاليم الغرب المختلفة وحشود المواطنين الضخمة من كل مكان للقاء جلالة الفيصل، مؤكدين ان الشعب السوداني سيكون دائما وابدا سندا قويا للشعوب العربية ودرعا واقيا للذود عن حياضها. بعد ان طاف جلالته بجماهير الشعب الزاخرة في المطار توجه الى المحصورة الملكية التي اقيمت في صدر الميدان، حيث قدمت لجلالته هدايا المنطقة من المنتجات والمصنوعات المحلية الزاخرة. بعد ذلك الاستعراض القبلي الكبير الذي اقيم تكريما لجلالة الملك، وسار في مقدمة الاف الفرسان على صهوات جيادهم يحملون السلاح والدروع ويهتفون بحياة العائل السعودي الكبير وحياة الشعبين الشقيقين السعودي والسوداني. وبعد ذلك تبعهم راكبو الابل وهم يحملون الاعلام والرايات. Thank you.
سارت جحافل الفرسان في صفوف هائلة على مد البصر في أكبر استعراض قبلي أمام المنصة الرئيسية التي جلس عليها جلالة الملك ومرافقوه. بعد الاستعراض القبلي تحرك الموكب الملكي الى قلب المدينة وسط الحشود الهائلة من المواطنين، وقد سارت خلفه جموع الفرسان على صهوات جيادها. توجه جلالة الملك إلى الميدان الرئيسي في نيالا، حيث أقيم لجلالته استعراض كبير في ألعاب الفروسية. وشاهد جلالة الضيف الكبير فرسان القيادة الغربية الذين برعوا في الفروسية واشتهروا بها، يؤدون استعراضاتهم الرائعة التي حازت على الإعجاب والتقدير. ومن هناك توجه جلالته الى المطار، حيث تلقى التحية العسكرية من حرس الشرف وفتش القراقول. وبعد ان صافح موجهيه استقل الطائرة ومرافقوه عائدين الى الخرطوم وسط مظاهر الحفاوة والتكريم العظيمين. الخرطوم خرج الموكب الملكي متجها الى المطار بعد انتهاء زيارة الملك فيصل للسودان. وخرجت العاصمة عن بكرة ابيها مرة اخرى لوداع العاهل السعودي العظيم، وتدفقت جموع الشعب تحيط بالقصر الجمهوري والطرق الرئيسية المؤدية اليه لتكون في وداع الضيف الكبير. سار الموكب في شوارع العاصمة التي ازدانت بألوان الزينات والأعلام السعودية والسودانية وأقواس النصر واللافتات الضخمة التي كتبت عليها عبارات الترحيب بالضيف الكبير. وكانت جماهير الشعب التي اصطفت على طول الطريق المؤدي إلى المطار تلوح بالأعلام وتهتف بحياة الشعبين الشقيقين السعودي والسوداني. لقد كانت زيارة العاهل السعودي للسودان تدعيما لأواصر الإخاء والصداقة القوية التي تربط الشعبين في السعودية والسودان، وتأكيدا لمعاني الإخاء والسلام والمحبة التي يتبادلها الشعبان في كل زمان ومكان. وهكذا ودعت البلاد ضيفها العظيم وداعا حارا بعد زيارة استغرقت 9 أيام قام فيها بزيارة لمختلف أقاليم السودان. وفي مطار الخرطوم الدولي كانت وداع جلالته السادة رئيس أعضاء مجلس السيادة ورئيس الجمعية التأسيسية وفضيلة قاضي القضاة وسيادة الإمام الهادي المهدي وسيادة السيد محمد عثمان المرغني ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء الجمعية التأسيسية
ورؤساء سلك الدبلوماسي وكبار رجال الدولة وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن والسجون ورؤساء الأحزاب والزعماء والشخصيات البارزة وجماهير العاصمة المثلثة الغفيرة. وبعد أن صافح جلالته مودعي عزفة الموسيقى السلامين الملك السعودي والجمهور السوداني، وتلقى جلالته التحية العسكرية من حرس شرف، ثم فتش الكراخون. وبعد ذلك صافح جلالته كبار الزعماء والوزراء ورؤساء الأحزاب، واستقل الطائرة عائدا إلى بلاده. وهكذا عاشت البلاد أسبوعا حافلا في لقائها العربي براعي أرض الحرمين جلالة الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية.